ملف فين؟ ملف الازرق اللي كان جنبي فين؟ بقول لك يا اخينا ما شفتش ملف ازرق كان جنبي هنا؟ يبقى انت بتدور على ده. روح الله يسترك يا رب. قلبي وجع، الله يحفظك يا رب وينصرك. الملف ده فيه ايه؟ ده فيه عمري كله. لا للدرجة دي؟ لأكتر من الدرجة دي. الملف ده اللي هقدم بيه في كلية الشرطة. يبقى ليك قريب سفير، وزير، لواء. أنا عبد فقير لله، مواطن عادي رايح يقدم في كلية الشرطة. مش لازم يعني يكون أبويا لواء ولا أمي وزيرة عشان أقدم في كلية الشرطة. تصدق وتأمن بالله؟ لا إله إلا الله. ما أنا عرفت إنك رايح تقدم في كلية الشرطة من البرازر اللي أنت لابسه ده. برازر؟ أيوه. خدتش بالك من السيستر اللي تحتي دي؟ لا بأمانة الله شيء خالص. طب ولما أنت يا مسكين يا فقير يا محتاج عارف إن ما وراكش دار، هتروح تهب بيه هناك؟ يا جدع الإحباط اللي على الصبح ده، يا جدع بشر ولا تنفره، يحرق أبو قعدتي جنبك. أنت طلعت لمنين أنت؟ أنا رايح أقدم أنا كمان في كلية الشرطة. واه ده أنت خبيث خبص وعمال تلف ودور، وما أنت رايح تقدم في كلية الشرطة؟ ليه الإحباط اللي أنت عمال تقوله ده؟ وأنت بلبسك ده واضح إن مفيش مندوب شرطة في عيلتكوا حتى. تقدر تقولك ده فراغ. نجحت قال لك الباشا رايح الباشا راجع. ما نجحتش ما قالش الباشا رايح الباشا جاي. خلاص. أعرفك بنفسي. تعلب صفي الدين الدهشان. تعلب صفي الدين؟ طب صفي الدين سمى تعلب كيف؟ عموما فرصة سعيدة يا أخ فوكس. امال احنا وصلنا فين؟